عسلامة مدام. عسلامة. قد من نروح؟ أنا بسمة. تشرفوا مدام بسمة، اليوم حبيت تحكي لنا على وضعيتك الاجتماعية، معناها لهنا تحب توصل صوت. أنا ما نخدمش، وعندي كان ولدي يخدم في خدمة هكاك وبرا. ما عندك ما تحكي، ما عندك، ما كل شيء غالي، كل شيء غالي، كل شيء كل شيء كل شيء غالي. ما تنجم تشري حتى شيء. شوف هاني أنا تو قضيت، شوف هاوين أكل في الساشة فارغة الوحدة. ما عندك ما تحكي، كل شيء غالي، كل شيء غالي، وانت تمشي تلقى الغلي 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 الغلي. كنت رجع لنا على وضعيتك الاجتماعيه، يعني قلت لي انت عندك انت وولدك، زوجك هنا وينه معناه؟ مات. وفى. وفى الله يرحمه. كيفاش معناها توفى؟ وفى عنده تو 22 سنه. يعني تلت 22 سنه انت متكفله بولدك ومسؤولية؟ كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. هاك تشوفي. خليك قديش عمرك وقتها؟ وانا عمري تو خليلي عمري 40 سنه. ولدك هذايا معناها كهو؟ اي ولدي. وولدك وقتها قديش عمره؟ وقتها ولده عمره 20، وقتها 20 سنه خليه 20 سنه. مازال يقرا. يقرا معناها في الجامعه؟ مازال يقرا، مازال يقرا، مش في الجامعه، في البريميير. هاي هاي. وكيفاش كنت معناها متحملة مصاريف ولدك وعائلتك وانتي معناها كيفاش عايش كنتوا بعد وفاة؟ كل مرة هاني كان لقيت خدمة حكا نخدمها، كان ما لقيتش هاني قاعدة على روحي هكا، هذيك هي العيشة. قلت لي هنا معناها كي توفى زوجك معناها ما خلالكش باش تصرف باش ما انتري حتى شيء حتى شيء. كيفاش عملت وقت؟ وقتها كل مرة كان لقيت خدمة، كان لقيت خدمه في ريستوران نمشي نخدم، كان ما لقيتش هاني انا ولدي نقول له برا امشي اخدم وجيب، ما عنديش من نمشي نجيب. يعني هنا قص على قرايته ومشى يخدم؟ على قرايته ومشى يخدم باش ما نجمش انا، ما نجمش. انت وقتها كنت راضيه انه يقص على قرايته ويخرج يخدم بسبب الظروف؟ انا نخدم في، انا نخدم في ريستوران، ما نجمش تعمل حتى شيء، حتى شيء ما تنجم. وقتها كيفاش معناها وضعيتك؟ يعني عندك مسكن لكيف؟ مسكني عندي مسكن، عندي مسكن. لكن المصاريف الاخرى معناها ضو وماء ومصاريف، يعني ما نجمتش مع قداش تجي؟ شوف ورقه الضو قداش تجي ساعاتنا. يعني حتى كي خدمت انت ما خلطتش باش يكمل قرايته معناها؟ ما نخلطش، كان خلط راني راهو يقرا، راني خليته يقرا. قلت له اخرج اخدم معايا، ما نجمتش. هو وقتها حس بالمسؤولية وخرج معناها؟ اي اي. كيفاش كان موقفه بالضبط معناها؟ ها؟ كيفاش كان معناها، موافق والا تحسوا كيفاش قبلها؟ لا لا ما بالصيف عليها باش يقبل، بالصيف عليها اش مش يعملها؟ اش يعمل؟ اش نمشي ونعمل؟ حس معناها اللي هو لازم يتحمل مسؤولية في بلاصته. مسؤولية يمشي اللي يجيب لنا انا نمشي نصرف، هو يجيب وانا نصرف، يجيب شي 5000 10000 كل يوم كيفاش؟ يعني لقى خدمة هو في الوقت هذاك، شنو يخدم معناها؟ يخدم في كيف يمشي يعمل في الريستوران، يمشي يعمل أكل شو اسمه يسربي في الريستوران هكا هو. تو معناها في الخدمة هذيك في النشاط هذيك ولا بد؟ هي هذيك هي هذيك هي هذيك هي هاو يعطيني الطرف هاو اش شريت ما يزيوش حتى نهاري. هو يعني تحس معناها باش يكون أسرة وإلا عنده أسرة؟ مازال ما نجمش مش ينجم تو كيما تو هاك تشوفي الغلي. يعني ديما يفكر فيك انت الاولى ويشوف. نجيبوا احنا ما نجيبوا والحمد لله ما حاشناش حتى بشيء، لا حدنا لا حاشته بنتيه لا حاشته. تقول على امراه يقول لك امي ما عادش تحاول علاقه معناها ما ينجمش يتخلى معناها على امه، حاسك انت طيبه. استحيليت يا بنتي يبوس لي شعري انا، يبوس لي سقيا ويقول لي انا كنت اختيني انت ما نعرفش مش نعمل. وانت معناها وضعه هكا معناها راضي عليه والا انت ماذا بيه يكون اسره وخاصة؟ ماذا بيا راهو عنده صغار مش هكا، ماذا بيا راهو لاباس مش هكا. ماهيش ظروف معناها؟ مانيش هكا وانا ما يعني انا ما نجمش نعرس ناخذ واحد اخر وقتها شاد روحي مش كي تو. ما نجمش على ولدي ما نجمش. كيفاه ما داش قلت ما نجمش حتى واحد يقول لك لا هو هذا باش تعرسي هو هذا، نقول لهم لا انا لا.
تو قاعده هاني انا وولدي. شنو هو الصعوبات اللي تعيشها معناها مادام في تو في وضعيتك؟ قلت لي نعيش في وضعيه صعيب. الغلاء والماء والضوء ما عندك ما تحكي، بالله العظيم ما عندك ما تحكي، ما نحكيش كيما المراه انا ما نحكيش. المسكن معناها ملائم اللي تعيش فيه معناها؟ صفا صفا باهي باهي صفا. انت معناها قريت في صغرك ولا لا؟ شويه مش برشا شويه. أكيد ديما تقعد في بالك إنه ولدك ما كملش التعليم بتاعه بسبب الظروف. مخي ديما في مخي، هذيك الوحيدة اللي ديما نحكي، ديما في مخي اللي أنا نقول لك كان ولدي تو راهو معرس راهو عنده صغار، ما يقول لي لا ما نعرسش. خاصة معنى التعليم بتاعي. التعليم وحتى تو ينجم يقول لك لا كان جاي عنده فرصة وعنده فلوس راهو حرس، ما فهميش ميزيريا، ميزيريا حرفة. بخصوص معناها التعليم نتاعو، كان معناها قراي، كان يقرا ويحب معناها مغروم بالتعليم ولا؟ لا 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 قراي قراي قراي. انا هلا غلا. تو ساعات يقول لي ماما كان خليتني قريت راني ما قعدتش هكا، نقول له لا غلا. معناها يحس ساعات يلومك هو. اي 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 ساعات هكاك يبدا يحكي، نقول له هذاك اللي كاتبن. انت في صغرك معناها وين عشت اصيل؟ شنو معناها كيفاش لو كان تحكي لنا على صغرك؟ في صغري عشت مع امي مع بابا مع العائله. وين؟ انا دارنا في ناج كوميسيون، دارنا دار بابا وامي في ناج كوميسيون. عندك اخوات معناها؟ عندي تبارك الله عندي بنات، يجي سبعه بنات والاولاد ثلاثه اولاد. لو كنت تحكي لنا على قبل كيفاش كنتوا تعيشوا؟ مش كي تو تو الدنيا كلها نار، وقبل ما كانتش غالي هكا، قبل كنا نهزو، أنا قبل كنت نهز 5000 نقضي كل شيء، نقضي كل شيء، تو تهز 5000 ما يعني ما تشريش بها كعبتين ياغورت وتروح، كعبتين ياغورت ودبوزة ماء وتروح. أنت كنت كبيرة في خواتك؟ لا، عندي خوي أكبر مني، من بعد وين. كيفاش كانت المسؤوليات معناها بين الأخوات في قبل؟ كنا مع بعضنا كل شيء مع بعضنا، ما كانتش تو تبدلت كل شيء، كل شيء تبدل، كل شيء تبدل، كل شيء. يعني المعيشة نتاعك مثلا في الصغر مع والدك والد كنت في ظروف طيبة معناها حتى شيء ما خليناش ناقصين حتى شيء بابا. هيك هو هذاك اللي صار. قلت لي ما قريت كملتش قريت برشا، علاش؟ خاطر ما أنا قريت ومن بعد قلت هيا فك علي خلينا نخرج أنا وحدي وحدي. أنت وحدك وحدي؟ وحدي وحدي. علاش شنو كان ما يعجبكش في التعليم؟ ها؟ الصغر مو الصغر. تيش معناها؟ تيش، الصغر، الصغر، الصغر واحد يبدا صغير يقول لك يفك علي، خلينا نقعد نلعب، خلينا نقعد نعمل لك الحاجة، نقعد نعمل لك الحاجة. ذكريات مثلا باهية في صغرك ما زالت في بالك معناها سواء في المدرسة ولا في حومتك معناها الأصلية يعني؟ لو كنت أحكي. أنا حومتي ناج كوميسيون، حومتي ناها، مولودة غادي، مولودة غادي. حكينا على ذكريات معناها باهية مازال في ذكريات قبل كانت باهية، ما كانتش هكا، بابا حنين وامي كيف كيف، ما كانوش هكا، ما كانت قلبتش الدنيا هكا، توا ما عاد حتى واحد يتلفت لواحد، كل فول لاهي في نواره. يعني حاجات معناها قعدت في بالك، أكثر حاجة في بالك؟ بابا، أنا الأكثرية بابا، هذي اللي قعدت في بالي. شبيه بوك؟ كي علاش بوك؟ باهي بابا. باهي وحنين وحنين وباهي وحنين. كيفاش كانت معاملته ليكم؟ كان حنين ياسر بابا، كان حنين ياسر وباهي ياسر والله. كيفاش معناها أكثر من والدتك؟ أكثر من الأم يعني؟ أكثر 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 حنين ويمشي قد قد، فهمت؟ هكا هو. هنا لو كان باش تحكي مثلا على حاجات مثلا المسؤولين لو كان يسمعوا فيك يعني تحب شنو اكثر حاجات تحبها تتوفر لك يعني؟ يعطوني خدمه لولدي ويعطوني انا خدمه، هكا هو ما حاجتي بشيء، ما حاجتي حتى بشيء.